روايات كثيرة. ليه 21 فبراير؟ ليه 21؟ هو طبعا احنا في الموجود في المعبد ده، يعني مش احنا ان الاحتفال اليوبيلي لعام 30 لرمسيس الثاني نواتي افتتاح المعبد، تم في اليوم الاول من الفصل الثالث اللي هو فصل بيرت اللي هو فصل الزراعه اللي بيواجه 22 فبراير ال 21 فبراير. الفصل الثاني في اكتوبر هو يعني اكتوبر هو البلد فصل الزراعه، وفبراير فصل الشموع اللي هو فصل الحصاد او تجهيز للحصاد. هم متوافقين مع هذا الشريف مع هذا المسلمين في مصر القديمه، لكنه هو متوافق تماما مع العيد الثلاثين، لان العيد الثلاثين اي ملك كان يعني حتى 30 وخمس ايام و10 ايام بيعتبروه بالظبط، لازم يكون في مواكب لموسم زراعي معين. فكل الملوك في مصر احتفلوا بعيد 30 بتاعهم في بدايه فصل البلد اللي هو فصل الزراعه اللي يواكب شهر اكتوبر عندنا. فبما ان هذا النص موجود عندنا في المعبد فانه هو فعلا يواكب فصل الزراعه، وده مؤكد، لكنه لا يواكب اي هدف اخر، ملوش اي معنى اخر انه لا بتتويج ولا بعد الملك، لانه مش محتاجين الملك التتويجي مش محتاج يعني، لكن هو اللي محتاج شيء واحد انه في المعبد ده رمسيس اله نفسه. يعني رمسيس بدا في المعبد من انسان عادي لانسان بدايه التقديس لغايه ما اله نفسه في قدس الاقداس زي ما هنشوف بقى زي واحد من الاربع الهه اللي موجودين. فالعمليه دي لا يمكن يعني تقنع الناس لولا انهم يشوفوا حاجه مش طبيعيه، يعني لازم الكهنه يظهروا شيء غير عادي يؤلف في الملك. فانه ان الناس تخش وتشوف ان الملك الشمس بتيجي عليه زي الهه الشمس، فهو ده التقديس الحقيقي، هيخلي الناس كلها تقف على رجليها وتركع. وده برضه احد الاهداف انه وصول الشمس لداخل القدس الاقداس كان الهدف الرئيسي منه التاكيد على التاليه، مش تاليه عادي، تاليه كاحد على الشمس. نحن لو احنا شفنا الشمس بتيجي على ثلاثه بس اليوم عندنا اربعه بتاعها، هو ده لها العالم الاخر. العالم الاخر ده بالنسبه لنا احنا لها ظلام يعني في الشمس، فما بتيجيش على الشمس. وعندنا امون رع، وعند رع رمسيس رع ورع حرات، فكل اللي عليهم اسامي رع هم تشرف عليهم الشمس، وسط نفسه بين الالهين. فهو في هذه الحاله ليس بشرا ولكنه اله.